أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة عبر منصات سودانية 24. سلم قائد قوات الدعم السريع المتمردة بولاية الجزيرة أبو عاقل محمد أحمد كيكل نفسه إلى الجيش السوداني بمنطقة جبال اللبيتور بسهل البطانة مع عدد كبير من العربات القتالية والأسلحة والأفراد. قال سعيد السيد عمار رئيس منبر البطانة الحر إن كيكل انضم بكامل عتاده الحربي للقتال في صفوف القوات المسلحة، وأن منطقة البطانة ستكون خالية من أشرار التمرد خلال 72 ساعة القادمة. ولم تعلق قوات الدعم السريع المتمردة على قرار كيكل، إلا أن مستشارين وحسابات موالية اعتبرت الخطوة خيانة وقللت من تأثيرها على الميليشيا بمحور وسط السودان. وبحسب مصادر فإن عملية التفاوض مع أبو عاقل كيكل بدأت قبل نحو شهرين تقريبا، وأدت فيها أسرته الدور الأكبر بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية. وكان من المفترض أن يعلن كيكل تحرير مدني من الدعم السريع وفتح الطرق لتقدم الجيش، إلا أن وجود قوات تابعة للدعم السريع بقيادة جوجا وجلحة حالت دون اكتمال المهام. بحثت 7 أحزاب وكيانات سياسية سودانية الخطوات السياسية والدبلوماسية والترتيبات القانونية اللازمة لمنع إطفاء أي شرعية وسيادة لأطراف الحرب وللسلطة التي أفرزتها حركة الجيش في 25 أكتوبر 2021 والآليات التي يمكن استخدامها. وضم بيان مشترك كل من الأمة القومي، حركة تحرير السودان، حزب البعث العربي، الاشتراك الأصل، حزب المؤتمر السوداني، الحركة الشعبية، التيار الثوري الديمقراطي، حركة تحرير السودان، المجلس الانتقالي والتجمع الاتحادي. أكد البيان أن تصميم إطار متكامل لتحقيق السلام العادل والحل السياسي عبر عمليات متزامنة بقيادة ومشاركة القوى السياسية والمدنية في جميع مراحله يستهدف وضع معالجات لجذور الحروب والصراعات تتصدره العملية الإنسانية وحماية المدنيين. اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة في المحور الشرقي لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وسمع دوي أصوات الرصاص المتبادلة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مدار ساعتين ثم توقفت مع شروق الشمس، بينما استمر تبادل القصف المدفعي حتى منتصف النهار. وكشفت مصادر عسكرية أن قوة جديدة من الدعم السريع وصلت بالفعل إلى الفاشر مقبلة من ولاية شرق دارفور، وبدأ الجيش والقوات المشتركة في التعامل معها على الفور. وذكر شهود عيان أن حركة الطائرات المسيرة للجيش تجوب سماء المدينة ليلا منطلقة من الناحية الشمالية إلى الجنوبية، وعادت من حيث انطلاقها بعد تحليق مكثف، وهو ما يؤكد صحة عمليات الرصد والمتابعة التي كان يقوم بها الجيش لتلك التحركات العسكرية الجديدة للدعم السريع. تشهد ولاية وسط دارفور والطرق المؤدية إليها تصاعدا لعمليات الانفلات الأمني وعمليات قتل ونهب للمدنيين منذ الأسبوع الماضي. وكشف مواطنون من نيرتتي لراديو دابنجا عن مقتل سائق شاحنة كان في طريقه من نيالا إلى سوق نيرتتي يوم الأربعاء الماضي. وقال إن مسلحين اعترضوا طريق الشاحنة في عملية نهب مسلح وأطلقوا النار على السائق ومالكها أبو القاسم عبد الشكور، مما أدى لإصابته بجروح نقل على إثرها لمستشفى نيالا، وتوفي لاحقا متأثرا بإصابته. كما قتل زوجان نازحان إثر إطلاق مسلحين النار عليهما في منزلهما بمعسكر بندسي شمال في ولاية وسط دارفور. وقال نازحون من المعسكر إن 2 من المسلحين اقتحموا منزل الأسرة ليلة السبت وأطلقوا عليهم النار بكثافة، مما أدى لمقتل إبراهيم آدم إبراهيم وزوجته جواهر عيسى محمد. كشفت مصادر محلية ببلدية المالحة التي تبعد 210 كيلومترات شمال شرقي الفاشر عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة تابعة للجيش السوداني من الدباب الولاية الشمالية لأول مرة،
منذ اندلاع الحرب. تأتي هذه التعزيزات العسكرية للجيش السوداني بعد 3 أسابيع من وصول تعزيزات مماثلة للقوة المشتركة التابعة لحركات الكفاح المسلحة المتحالفة معه قادمة من محوري الصحراء. وقال مصدر عسكري رفيع بحسب دارفور 24 إن التعزيزات شملت نحو 180 سيارة قتالية رباعية الدفع برفقة مئات المقاتلين ومزودة بمعدات عسكرية متطورة. وأفاد المصدر بأن بعض القوات في طريقها إلى الفاشر والبعض الآخر إلى مدن أخرى في الإقليم رفض تسميتها. أكد حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي أن القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة التي يعترف بشرعيتها ولا يقبل بأي مؤسسة أخرى دونها، مع أهمية إصلاحها وبناء مؤسسة عسكرية واحدة. وقال خلال ندوة سياسية بالعاصمة الفرنسية باريس إن ميليشيا الدعم السريع تتكون من أفراد إسلاميين باستثناء يوسف عزة الذي يعد الشيوعي الوحيد بينهم، لافتا إلى أن الإسلاميين في السودان الآن تفرقوا إلى قبائل ومناطق، لذا لا يوجد وجود فعلي للإسلام السياسي في البلاد. مضيفا لا يمكن إنكار وجود التهميش، ولكن لن نسمح بتفكيك دولة 56 لأنها بنيت بجهود أجدادنا. وأكد مناوي أن القوة المشتركة لا تحتاج إلى أموال من أحد، وإن احتاجت فلن تطلب المساعدة إلا من مؤسسات الدولة الرسمية. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ثوابت الموقف المصري من الأزمة في السودان، والتي تتمثل في ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، فضلا عن تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية وكافة أوجه الدعم بما يخفف من وقع الأزمة على الشعب السوداني. وعقد الوزير اجتماعا مع إدارة السودان بوزارة الخارجية، وذلك للتشاور حول مستجدات الأزمة بالسودان وجهود مصر الداعمة لاستعادة الأمن والاستقرار بالسودان الشقيق. وقد استمع وزير الخارجية المصري لتقرير بشأن التطورات في السودان وشرح من قيادة الإدارة حول مستجدات الجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان في ظل الظرف الدقيق الذي يمر به. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر منصات سودانية 24. إلى اللقاء.